بعدها بتخبط ايه شقه هتطير. اتفضل يا باشا. عادي اقف هنا. الاكل سخن مولع يا باشا. ايه تتحركش من هنا عشان يمكن اجوع تاني. حاضر يا باشا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملت حسابي يا حسين. طبعا لا كمالي. وبعدين انت مش كنت نايمه؟ ما انا بصراحه صحيت من كتر الجوع، واول ما سمعت جرس الدليفري قلت اكيد طلبت لنا اكل يا سونه. لا يا كمالي انا طلبت ليا لوحدي، انت نايمه وضربه طبق الرنجه كله. ما انت ضربته معايا يا سونه. حطيش ايدك على الاكل بتاعي. الباب بيخبط، اعملي مفاجاه وطالب لي واحد تاني. ثانيه واحده، شكل الواد بتاع الدليفري. حاضر يا رب. ما لحقتش انا اخلص الاكل بالسرعه دي يا حبيبي. انت فين؟ ايه ده؟ ايه ده يا حسين؟ انت شايفه ايه ده كاميليا؟ شايفه جواب. طب لما هو جواب بتسالي ليه؟ ولا هو رغي وخلاص؟ انا قلت يمكن متهيألي. ده شكله وريحته جواب غرامي. انا كنت حاسه من زمان انك بتخوني يا حسين. انا اخونك؟ بعدين يا يوم ما اجي اخونك؟ اخونك مع واحده بتبعت جواب غرامي على البيت؟ ايه جو الابيض واسود ده؟ دلوقتي الدنيا اتطورت، لو هخونك هخونك على الواتساب، على فيسبوك، على تويتر. شفت؟ يبقى انت يا حسين بتخوني على الواتساب والفيسبوك وتويتر. اتهدى يا كاميليا على المسح، وسيبيني اكل البيتزا قبل ما تبرد، عشان لو بردت هفرغ طبنجتي في نافوخك. مش هتاكل يا حسين غير لما تفتح الجواب. يبقى هيحصل مشكله ما بيننا يا كاميليا، لان الجواب ده لو طلع جواب غرامي فعلا من واحده معجبه ببطولاتي هتبقى ليلتنا سودا. ماشي يا عم قاسم الساهر، انا اللي هقرا الجواب. هقرا الجواب يا حسين. اقريه يا كمالي واكتشف كل اللي فيه يا حسين. اقريه، انا ما بعملش حاجه من وراكي. ايه في إيه؟ شفايف في اول كلمه ولا ايه؟ احذر يا حسين. واعلم انك كما تدين تدان، فان الحياه يوم لك ويوم عليك، وقد جاء اليوم لتنقلب الكفة وتصبح أنت الخائف، وليس أمامك مفر منا إلا أن تحبس نفسك مرعوبا وخائفا يا حسين، حتى تأتي اللحظة الحاسمة يا حسين، وننتقم ونأخذ بثأرنا منك يا حسين. مع تمنيتنا القلبية بقضاء أيام مليئة بالخوف والرعب، إمضاء جماعة الرعب والتهديد يا حسين. يا نهار أسود يا ليلة مهببة، يعني أنا يوم ما يجي لي جواب غرامي يجي لي جواب غرامي من داعش؟ هي فعلا ليلة مهببة، أهو طلع جواب غرامي. يا ولادي ما بتفهميش؟ ما بتعرفيش تقري؟ مكتوب عندك في الجواب دول بيهددوني. أيوة يا حبيبي عارفة، بتهددك قصدك، ومضيانة كان إيه؟ جماعة الرعب والتهديد. كماليا، أنت عارفة يعني إيه جماعة الرعب والتهديد؟ يعني جماعتك يا حسين، يعني أنت متجوز عليا يا حسين. يا نهار أسود، ده في بتنجان هنا، يا كماليا دول هيقتلوني. يا لهوي. نحن هنا. ياه، علي اتأخر قوي كده ليه النهارده؟ معلش، اصل هو عنده شغل كتير في الجورنان اليومين دول. اصل انا كنت عايزاه يوصلني لغايه شقتي فوق، اصلي بخاف اطلع السلم لوحدي. هو هيوصلك الحج ده، انت سلمتين وهتكوني في شقتك. ولد عيب يا سولي عيب، ده بدل ما تقول لها بات معايا. بابا، ايه تبات معايا دي؟ نوها مش نيها، الولاد قاعدين. ما هو العيب مش عليهم، العيب على مامتهم اللي ابتدت التريقة الأول. وأنا نطقت لسه؟ ما هو حضرتك وجده بقالك كتير قوي قاعدين هنا، ما بتعملوش أي حاجة غير إنك انتوا بتتبصبصوا لبعض. سولي بيه. أيوة بصراحة، إحنا حاسين إن إحنا قاعدين طراطير. إيه يا بنت ده؟ إيه طراطير وتبصبصوا؟ إيه الألفاظ دي؟ لسه توك ما أنتِ واخدة بالك؟
اتفضلي اتفضلي قولي لهم بقى. حاضر، ما انا هقول اهو. ايه الالفاظ دي؟ ها؟ دي تربيتي برضو؟ انا ما عرفتش اربي. اسمها بتظبطوا بعض؟ بتسقموا على بعض؟ يا ريتك مانو طاقتي. وبعدين انتوا ايه اللي مقعدكوا اصلا؟ اتفضلوا ادخلوا ناموا. ادخل ازاي واسيبهم هما في مرحله المراهقه المتاخره دي؟ ولا عيب كده. مامي هما مش هيمشوا بقى، احنا عايزين ننام. وانا كمان قصدي عيب كده يا مي. ماشي ماشي، انا هطلع بيتي قبل ما اولادك يطردوني. ليه يا حبيبتي؟ وانا رحت فين يعني؟ نعم لا قصدي انا موجوده يعني، ما اسمح لهمش بكده ابدا. ماشي، تصبحوا على خير. لا لا استني يا ست السيادة، انا جاي معاكي. ولد ماما في ايه يا انجي؟ في ايه اللي في ايه؟ انت رايح فين؟ طالع معاها وصلها عشان في قط ذكر كل ما يشوفها يعاكسها وهي طالعه في الاسانسير. وانت عرفت منين بقى انه ذكر؟ ما هو كل ما يشوفها يعاكسها وينونو عليها ويفضل يقول لها نيو نيو دو دو. سيبيهم يمشوا بقى يا مامي، احنا عايزين ننام. ايوه مامي، لحسن هما يكحهم ستيناتي بطيء. ولد ماشي يا سولي، ماشي انت ومي، حسابكم معايا بعدين. طب يلا بينا بقى، اصلا هتحاسبهم. يلا اتفضلي يا ست سيادة. مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي، على مهلكم. يا لهوي. وبعدين بقى يا سوسو، الله، احنا هنفضل لحد امتى كاتمين حبنا؟ مش عارفة يا حوحو. حوحو، الله الله على حوحو دي، طالعة من بقك كأني واكلة قرن فلفل حراق. حوحو قرن فلفل لما يبقى يلهلب صدرك، ايه الفلفل ده اللي انت عايز تاكله لي؟ لا لا انا ما اقصدش يا حبيبتي، انا بس يعني بعبرك عن فرحتي ان انت بتدلعيني. ما تكسفنيش بقى يا حوح. يا الله حوح. طب ممكن تديني ايديكي؟ لا اتكسف. تكسفي ايه؟ انت فهماني غلط، انا مش عايزة عشان حاجه كده ولا كده، انا بس عايزة عشان اخد بقى صباعك عشان لما انزل اشتري دبله الخطوبه. الله الله، بس انت ايدك كبيره قوي، ده كده الدبله هتتكلف. يا بخيل. مش بخيل ولا حاجة، أنا مهما جبت لك حاجات. ها أفشتكم يا ماما، أفشتكم يا فجرين. لا 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 لا، من فضلك يا دكتور ما تفهمناش غلط. غلطي أنا، باصص من العين السحرية وشايفكم وشايفكم أنت عمال ده، أنت فاضلكم خمس دقايق وتلعبوا عريس وعروسة. لا يا دكتور من فضلك، إحنا ناس أكبر من كده بكتير، كبرنا على الحاجات دي. أيوة بس أنا لسه ما كبرتش، يعني ممكن أنا ألعب معاه؟ من فضلك يا دكتور عيب كده، وطي صوتك. وطي صوتي؟ انا لازم اقول لعلي. قول لعلي؟ طب ماشي بقى، انا برضو هقول للمدام ان انت كنت بتعاكس مرات مغاور البواب. انا وليه الصوت الجرمانه دي؟ هقول كده وهتبلع عليك وهكذب وهقول كل حاجه، وحليني بقى لما تثبت انت العكس. وب 10 جنيه بس، 10 جنيه اخلي مغاور البواب يشهد عليك. 10 جنيه؟ طيب خلاص انا ديها وتكملوا لعبه براحتكم. حبيبي يا سمره. تعالي يا حاجه. بصوا بقى، اللي حصل النهارده ده كان في منتهى قله الادب. احترام الضيف واجب. ايوه يا مامي، بس دول قالنا سياده وجده احمد، مش ضيوف يعني، دول قرايبنا. ايوه ده سبب اكبر يخلينا نحترمهم اكتر. اسمعوا بقى، اي حد يدخل البيت ده يبقى ضيف، واجب احترامه واكرامه. يا مامي انت مش شايفه كانوا بيعملوا ايه؟ انت عاجبك شغل المهارقه اللي كانوا بيعملوها دي؟ اسمها مراهقه. ايوه ما كانش عاجبني بصراحه، كان اوفر قوي. بس برضو ما عجبنيش اللي انتوا قلتوه، يعني قعدتوا تقولوا لهم امشوا عايزين ننام، عارفين لو ابوكوا كان موجود كان زعل منكوا جدا، عشان امه طبعا. ايوه صح يا مامي، هو بابي اتاخر كده ليه؟ في الشغل حبيبتي، عنده شغل كتير جدا في الكورنان ولازم يبات علشان يخلصه. عموما يا مامي ما تزعليش، اي ضيف هيجي تاني هنعمله احسن ما عمل. ايوه يا مامي احنا مش هنعمل كده تاني. حبايبي حبايبي يلا ننام بقى. هو انا مضايقاكوا في السرير ولا انا؟ لا خالص خالص. طيب يلا ننام. لا مش خير، لا مش خير يا انجي، مش خير. لا انا عرفتي من حسن امبارح ان هو قبض على عصابه اجراميه ومعاها اسلحه، وبصراحه شاكين يعني ان هم يكونوا جماعه ارهابيه. لا حول ولا قوة إلا بالله يا كوكي، يعني حسين كده الله يرحمه مات؟
طب وبعدين؟ بعدين لو حصل لنا أي حاجة دلوقتي مين اللي هيحقنا؟ مين هيساعدنا غير حسين؟ والله كان راجل طيب. يلا الله يرحمه بقى في داهية. يا رب. الله يرحمه. ايه يا انجي انت هتفولي على حسين جوزي؟ حبيبي حرام عليكي، بدل ما تفكري له في حل، بدل ما هو محبوس في البيت. وحسين محبوس في البيت؟ يعني ما راحش القسم؟ لا ما راحش. انت بتضحكي على ايه يا انجي؟ مش قصدي والله، معلش. ما راحش، بعتوا له عسكري علشان يحرسوا قدام باب العماره. بس الحقيقه ان انا اللي بطلت احرس العسكري. عسكري اللي بعتينه عايز حراسه يا انجي. طب وبعدين؟ وانت جيتي ازاي؟ ها؟ ها؟ جاتك الهوى؟ جيتي ازاي؟ ها؟ لا في انت اتطرشتي؟ بقولك جيتي على هنا ازاي؟ لفوني في ملاية بيضة. بيضة؟ قصدي ملاية يا كوكي؟ اعمل ايه؟ هو والله العظيم حسين اللي قال لي اعمل كده، قال لي اهلفك حياتي يا روح قلبي في ملايه وانزلك مقبوض عليكي في البوكس عشان محدش يعرفني. انا خايفه قوي. يا حلاوه، ومش بعيد علشان يسبك الدور بعت وراكي شويه عيال يزفوكي ويقولوا لك يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. لبستي الملايه يا كوكي؟ يا حلاوه، ركبتي البوكس يا كوكي؟ يا حلاوه، وجيتي بيه لحد الجورنال يا كوكي؟ يا حلاوه، انتي صغيره يا كوكي. ايه يا انجي ده؟ انا اسفه اسفه اسفه، انفعلت واندمجت. ايه اللي عملتيه ده؟ يعني ايه تلبسي الملايه وتيجي بالبوكس لحد هنا؟ في ايه يا كوكي؟ شبهتينا وشبهتي الجورنال. اعمل ايه بقى؟ ماما قالوا لي اعمل كده. وبعدين ما ده انا المره دي فلت، امال المرات الجايه هعمل ايه؟ انا خايفه قوي. مش عارفه، عندي احساس غريب كده بيقول لي ان انت في ورطه، في مصيبه، مش عارفه. يا سلام، عندك احساس؟ بقول لك جوزي مهدد بالقتل وانا في مصيبه وتلفف في ملايه، وانت لسه عندك احساس ان انا في ورطه؟ انا في ورطه صحيح يا انجي. معلش، استهدي بالله يا كوكي. انا عارفه ان انتوا مقطوعين من شجره وما تقلقيش. بصي انا صاحبته انجي، ما يقلقش ابدا. حبيبتي يا انجي بجد؟ طبعا. يعني انت هتقبضي على الارهابيين؟ لا مش قوي كده، يعني كان جوزك فلح. لا يعني انا هقدر استضيفكم في بيتي لحد ما المشكله تتحل، ايه رايك؟ لا يا انجي، لا 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 لا، انا عندي كرامه. لا لا لا، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. انا متشكره قوي يا انجي بجد بجد، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه على الخدمه الفظيعه اللي انت عملتها لنا دي. ما تقوليش كده يا جماليا، يا حبيبتي انت زي اختي واكتر. بس احنا مش عايزين نكون متقلين عليكم ولا حاجه. اخس عليك يا حسين، ما تقولش كده، وبعدين حمايتك من الاعداء والارهابيين دول واجب وطني. اشكرك يا فندم. لو يا حسين، مش المفروض ان الشرطه هي اللي بتحمي الشعب ولا العكس يعني؟ ايه يا علي، الشعب والشرطه ايد واحده حبيبي. بص يا علو، انا اللي جابني هنا مش خوفي على نفسي، لا انا اللي جابني هنا خوفي على اولادي ومراتي. حبايبي اهم حاجه عندي في الدنيا. انا عمري ما اهرب من ارض المعركه طول ما انا في الخدمه. حلو، بص بقى، مراتك وعيالك امانه في رقبتي، وانت اتكل على الله على ارض المعركه قطعهم. ايوه، وبعدين بسم الله ما شاء الله، انا شايفه عيونك زي الصقر. امال ليه كاميليا بتقول لي ان من ساعه ما يا عيني جالك جواب التهديد ده وانت يعني بتنزل من البيت متنكر؟ ايه كاميليا قالت لي كده؟ لا ايوه قالت لي كده، وقالت لي كمان وانت نازل من البيت بتاخد كاميليا والعيال ساتر كده علشان يحموك. بقى كاميليا قالت لي كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي ان هي عيني مش ملحقه على الغيارات بقى علشان يعني. بقى كاميليا قالت لي كده؟ ايوه قالت لي كده، وقالت لي ايه يا انجي؟ ايه يا حبيبتي؟ قالت لي في ايه؟ بوتاجاز واشتغل، ارحمي نفسك شويه يا حبيبتي. في ايه يا كاميليا، انت بتقاطعيني ليه؟ انا لسه كنت هقول له، كاميليا بتحبك، كاميليا بتخاف عليك يا حسين. بعد ايه يا حبيبتي؟ موطيه صوتك قوي في الحته دي، ما خلاص اللي اتفضح. انا تعبانه قوي يا انجي بجد، انا تعبانه قوي ونفسي انام انا والولاد. يا
حبيبتي يا كمال، يا حبيبتي انا حاسه بيكي. طب يلا خدي حسين وادخلوا ناموا في اوضتنا، وانا بقى الولاد هاخدهم يناموا في اوضه ما يوصلي. يناموا فين؟ في اوضتنا يا علي. في ايه؟ وانا اكل قصدي وانا انام فين؟ يا علي هننام في اي حته، هنتصرف، دول ضيوف يا علي. احنا بس مش عايزين نحس في الكام يوم اللي هنقعدوا معاكم ان احنا عكننا عليكم او شقلبنا لكم حياتكم. يعني هم هيبقوا كام يوم؟ يعني كام يوم او كام اسبوع، مش عارف هيختلوني امتى الصراحة. بعد الشر عليك يا حبيبي. وبعدين يا انجي، لا يا شيخة، لا 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 يمكن. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اتخيل ابدا انا وحسين ننام في اوضة نومك، على سريرك، على مخدتك انت وعلي. لا 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 يمكن. حلوة قوي يا حسين. الله، سرير حلو ومصاصة ومتلاب. حلوة عليهم حتة لحاف. حلوة قوي اللحاف ده يا حسين. طيبة صاحبتك أنا كمال. عشان تعرف يا حسين، تعرف صاحبتي وجدعنتها. بذمتك أنت لو مكانها تدي أوضة نومك لأي حد؟ نعم يا أختي. إيه؟ أنا لو علي دخل أوضة نومي أفرغ الطبانجة دي في نافوخ. اهدى يا حسين، اهدى، مش كده، ما يصحش، اهدى شوية. وفر الطلقات دي يا حبيبي اللي عايزين يقتلوك. يقتلوني مين يا ماما؟ أنا أتخن ضابط في الداخلية، محدش يقدر يقتلني أبدا. طبعاً، أنت مفيش أتخن منك يا حسين. طمن، أنا متأكدة من ده. ما راح أشوف حاجة ألبسها. حلوة أوي الأوضة دي يا حسين. الأوضة تحفة يا كمال، تحفة. ما تعمل لي أوضة زي دي يا حسين. في الجنة إن شاء الله. وهات لي سرير زي ده يا حسين. في المشمش إن شاء الله. والحب زي ده يا حسين. في السجن إن شاء الله. إيه ده؟ إيه؟ إيه ده؟ إيه؟ هو علي بيلبس مايوهات في أوضة النوم ولا إيه؟ خلاص عليك يا حسين، عيب، ما يصحش، دي حاجة إنجي. ما إيه ده؟ أنا ما شفتش البتاع ده قبل كده. شفت إنجي؟ غيرة البت دي وسوسة، مش نظيفة من جوه، بتروح تشيل الحاجات من ورايا. وريني كده يا حسين. بص عليك يا إنجي. أقول لها خديني معاكي. خرابي على الشغل الستات. بس حلو أوي المايو ده يا كمالي. أه حلو أوي. ما تلبس أكيمو المايو ده ووريها الحلاوة. ما يصحش يا حسين، مش وقته يا حسين، عيب يا حسين، ما يصحش. الله، احنا مش في بيتنا. وبعدين في راجل تاني غريب، ما يصحش يقول علينا ايه يا حسين. يعني حكيم راح في زمن الشقاوة يا حسين، دايما على بالي يا كيم، عاش من شافك بالمايو. يا لا، عيب، انا مش في بيتنا. ايوه صح، والله صح يا سوسة. يا انجي، ايه ايه؟ يا نهار اسود، في ايه؟ الدرج ده فيه حاجات سخنه قوي يا كمال. ايه يا حسين، ما يصحش يا حسين، بتفتح درج الناس يا حسين، عيب. ايوه صح، عيب. ما يقولوا علينا ايه؟ 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 البت انجي دي طلعت لئيمة قوي. ايوه ايوه صح، هما شوف بقى حاجه لباسها. انت ما طلعش في المايو بس. ماشي يا انجي. ايه ظرف، تعالى. بس ايه ده؟ ايه؟ ذوق وحش قوي في اللبس، انا هرجع لظرف انجي. انت هتتنك، البس اي حاجه. انا بتلكك الصراحه، مش بتنك. خلاص بقى، هلبس ده وامري الله. ولا اقول لك انا هلبس دي، ها؟ برويتا في الاوضه. حسين، نعم، تصبح على خير يا حسين. طب مش هتشوفي البرويتا؟ شخرة كمان، شخرة كيمو. ايه ده، انت هتعمل ايه؟ انت هتنام على سريري؟ هنام. ده حلو قوي. لو النبي. ده حلو قوي. لو النبي. لا، انا محدش ينام على سريري. عادي يا سولي، مامي قالت ان احنا لازم نحترم الضيوف. الضيوف على عيني وراسي، احترمهم في اي حاجه الا ان هم يناموا على سريري، وانت عارفه كده. معلش يا سولي، نستحمل بقى. هتبقى كده، هنام جنبك. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ هنام جنبك. لا، مش بحب حد ينام جنبي. لو النبي. ولا انا ما بحبش حد ينام جنبي. خدي حطي النضاره يا مي واقفلي النور. لو النبي. على راي المسر، السرير سرير ابونا، والضيوف هتيجي تطردونا. احنا هننام فين بقى دلوقتي يا سولي؟ ما اعرفش يا بنتي.
اطلعوا اقفلوا النور بقى، جاتكم القرف. جاتكم القرف، بليتوا البلد اللي اتقدم. يعني عاجبك كده يا انجي؟ انا مانا وعيالي على الارض وهما يناموا في اوضنا وعلى سريرنا. وطي صوتك يا علي، وطي صوتك، بعدين هما ضيوف عندنا ما يصحش كده يسمعوك. عارفه لو جبت سير الضيوف دي تاني هرمي عليك يمين الطلاق حالا. بقى كده يا علي بتهددني؟ لعلمك لو طلقتني مش هتلاقي حتى الفرشه دي تنام عليها، كبيرك تطلع تنام في حضن السياده امك فوق. ها ان كنت ناسي افكرك يا علي. ها تصدقي والله والله فكره، انا ازاي ما جاتش على بالي الفكره دي. تعالى هنا يا علي. يعني ايه عايز تطلع عند امك فوق وتسيبني انا وعيالك نايمين هنا على الفرشه؟ ايه الانانيه دي؟ احنا مع بعض في السراء والضراء، واحنا في النيل الضراء دلوقتي. اه في النيل الضراء دلوقتي. ايه الجاموسه دي؟ ايه يا عم مش تحاسب. ايه ده ايه ده؟ معلش انا اسف، انا ما شفتكمش والله. وبعدين انتوا ايه اللي نايمكم هنا؟ لا ابدا، اصل في تتار احتلوا البيت. ايه انتوا ليه؟ لا ابدا، ده بيقول لك في اكل على النار لو حبيت. ايوه انا جعان فعلا، بس انا وانا بقلب في الثلاجه لمحت حتتين كبده كده في الفريزر، هخش اشوحهم بقى. بس انتوا اشمعنى الحته دي اللي منقيينها بالذات؟ لا ابدا، اصل احنا شارين الشقه دي كلها ولينا مزاج ننام على الفرشه دي. اه وبعدين احنا بننام هنا في الشتاء وبنصيف الناحيه الثانيه. اه يا ولادي الايه، اه يا علي يا ابن اللذينه، ها افكارك غريبه غير الناس كلها، بس انا خايف لنكون متقلين عليكم. اخسى عليك يا حسين، ما تقولش كده، ده انتوا منورينا والله. ريحتي قلبي والله يا انجي، كان جبل على قلبي ونزاح. الحمد لله ان احنا مش متقلين عليكم. انا في المطبخ بقى. ها بعد اذنكم. لا ده مفيش دم بقى، انا رايح عند امي. علي 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 ندل، طول عمرك ندل. كلوا يا حبايبي، كل يا يحيى كل يا حور. ايه ده، هو ده بس الاكل؟ احنا كده مش هنشبع. معلش يا حبيبي، مسح زور بس على الصبح. تاخد مربى يا حبيبي؟ ناوليني المربى يا عمي، بس لو مربى التين يا ريت. لا مفيش غير فراوله وخوخ. ذوقهم زباله حتى في الاكل. معلش بقى، ناوليني اي حاجه وخلاص. اديله الحلاوه دي يا يحيى بسرعه. كل يا قلبي. اه طبق الحلاوه ده يا حبيب قلبي. كل يا روحي. حطه هنا جنب طبق علبه اللبن الجميله دي. صباح الخير يا جماعه. بتعملوا ايه؟ انوش صباح النور يا حبيبتي، عامله ايه؟ هنكون بنعمل ايه؟ بنفطر طبعا. معقوله يا كاميليا؟ معقوله يا حبيبتي تبعتوا تجيبوا اكل من بره يا روحي وانا الاكل مالي الثلاجه يا كاميليا؟ فطار ايه بس يا انجي؟ فطار ايه؟ احنا برضو نجرحك ونحرجك ونجيب فطار من بره؟ لا طبعا، دول شويه الاكل اللي كانوا عندك في الثلاجه يعني. ها ولا انا كله؟ معقوله خدتوا كل خزين البيت بتفطروا بيه؟ خزين خزين يا انجي؟ ده هما شويه جبن على شويه بيض على كام علبه لبن على كام علبه مربى، حاجه شق ريق كده. شق ريق؟ ايه ده؟ اه ما انا عارف، قريت عليها انها مخصصه للاطفال. ولما انت قريت انها مخصصه للاطفال بتشربها ليه؟ افضل الواد المسكين ده ايه دلوقتي؟ اخسى عليكي، مش شايفاه بيبي فيش؟ بيبي 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 بيبي. هعمل ايه يا انجي؟ فتحت الثلاجه لقيت اللبن الموجود فيها مش هيكفينا، قلت اخد علبه اللبن بتاعت عمر واكله لبن. يا سلام، وانا افضل البيبي الغلبان ايه ده دلوقتي؟ اعملوا له سندوتش لانشو، ولا اقول لك كلمي الصيدلية تجيب لك علبة لبن بدالها، بسيطة اهي. انتوا فيه ده؟ بتقولي حاجة يا انجي؟ لا يا حبيبتي، بقول ألف هنا وشفا. مطرح ما يسر يهري. كله كويس يا عليكي انتي وجوزك وولادك يا روحي. ايه ده؟ دي بجامتي. التيشيرت دي بتاعت علي جوزي. هتاكل من عليا حتة صح؟ اه هتاكلك. بس احنا بصراحة بقى كنا جايين تعبانين قوي قوي امبارح،
كسلنا نفتح الشنط، قلنا يعني ناخد حاجه من حاجتكم. ليه يا حبيبتي تكسلي ليه؟ كنت قولي لي وانا ساعدك افتح معاكي الشنط بدل ما تلبسي حاجه مش جايه على جلدك. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبايب مامي. مامي ما تعملينا فطار على بال ما نلبس عشان نروح المدرسه. معلش حبيبتي الفطار بح خلاص، هبقى اديكي فلوس تبقي تشتري اي حاجه تفطري بيها من المدرسه. مدرستي يا انجي الساعه بقت 10. يا نهار اسود الساعه 10؟ المنبه ما ضربش؟ لا ضرب بس انا قفلته، لقيته لخمني شويه وانا بفطر فما عرفتش اركز، قفلته ودشدشته كمان. كسرت المنبه ليه؟ حرام عليك. وضرب الساعه 6:30 وانت قفلت وانت بتاكل؟ يعني بقالك 3:30 بتاكل؟ 3:30! يا رب يا حسين، يا رب يا حسين تزور وانت بتاكل. حسين! حسين! بطلت البطاطس تعبانه يا كمية. يا حبيبي بقول لك ايه يا انجي؟ هو انت علي هيقعد عند مامته لحد امتى؟ معرفش يا كاميليا بتسالي ليه؟ اصل انا بصراحه يا انجي ما بحبش اقعد في البيت متكتفه باللبس ده، احب يعني كده اقعد على راحتي. تقعدي على راحتك؟ اه كاميليا اذا كنت انا صاحبه البيت ومش قاعده على راحتي تقومي انت عايز تقعدي على راحتك؟ ايه يا انجي؟ ايه انجي يا حبيبتي في ايه يا روحي؟ انت جوزك مش موجود انما انا جوزي موجود. ايوه يا كاميليا بس علي ممكن يفتح الباب في اي لحظه ويدخل. يا نهار اسود يا نهار اسود انت اتجننتي يا انجي؟ علي معاه نسخة مفتاح الشقه؟ ايوه تخيلي تخيلي ده معاه نسخة مفتاح الشقة اللي هو عايش فيها اللي هي بتاعته. لا 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 يا انجي ما ينفعش الكلام ده خالص. بقولك ايه، انت تاخدي منه المفتاح. اه يا حلاوة، يعني انت عايزاني اروح لجوزي واقول له اديني نسخة المفتاح علشان اديها لجوز كاميليا علشان كاميليا تقعد براحتها يا علي؟ لا يا انجي انت اتجننتي، انت غريبة قوي يا انجي، ما ينفعش تروحي تقولي كده لعلي. انا بصراحة اتكسر. لا وشي كسوفة قوي، امال اقول له ايه؟ بصي انتي ما تقولهوش حاجة، احلى حاجة تسليتيه منه. اسليته منه؟ انتي بقيتي اوفر قوي يا كاميليا، اوفر في طلباتك وفي كل حاجة. انا اتخنقت. اخص عليك يا انجي خنقتك؟ حرام عليك يا انجي. لا لا بجد زعلتيني، ده انا حتى لسه ما فتحتش شنطتي، ده انا ما لحقتش اقعد عندك يوم. لا يا انجي انا هاخد بعضي وامشي، هو الانسان ايه يعني غير شويه كرامه؟ همشي يا انجي همشي، ولو جرى لي حاجه انا ولا ولادي ولا جوزي ذنبي في رقبتك. لا يا انجي زعلتيني منك. خلاص بقى خلاص بقى يا كاميليا، خلاص خلاص صعبتي عليا، خلاص خلاص انا لو منك امشي، والانسان ايه غير شويه كرامه؟ امشي يا كاميليا امشي. ايه يا انجي؟ بهزر معاكي بهزر معاكي يا كاميليا. خلاص خلاص حبيبتي هشوف موضوع المفتاح. حاضر هسلته منه. طب الاقيش بقى عندك حاجه قط؟ اه عندي كومبليزون مقور هديهولك اهو. احسبيها بايدك. ماشي اهو 50 + 50 يساوي 700. 700 ايه؟ 100 اهي قدام عينك اهي 100. هي دي واحد ولا سبعه؟ دي 15. عرفت بقى ان انت اللي غلطان؟ ايوه انا اسف، حقك عليا انا اسف. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام يا مساء الهنا والفل. يا مساء السعاده والجوده والجمال والحلاوه كلها، طلبات كل يوم. يا بنت ساعديني. لا عايزه كل حاجه واختها توجذر زي بعض. الطقطقين عينيا. ليه يا اختي، هو انتوا جالكوا ضيوف تاني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي هما نفسهم، هما بس ما يعرفوش غير حاجتين، باب التلاجة وباب الحمام. يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا، يملوا ويفضوا. وانا والعيال يعني محتاسين مش لاقيين حاجة ناكلها، يعني قلت نزود شوية يمكن نلحق لقمة ولا لحسن جبنة. اخي لا 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 بجد الله يكون في عونك يا حبيبتي، والله صعبتي عليا قوي. ربنا ربنا يزود لك ضيوفك كمان وكمان. في ايه يا شعبان؟ انت كده مش بتدعي لي، انت بتدعي عليا. انا لا ده ولا ده، انا بدعي لنفسي انا وايبه حبيبتي. انت وايبه حبيبتك ازاي بقى؟ ان شاء الله. علشان كل ما ضيوفك تزيد وتكتر، كل ما الدرج ده يتملي فلوس. اكوام 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 اكوام، وده كمان، وده اكوام 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 اكوام، وده كمان اكوام اكوام، ونبقى اغنياء اكتر ما احنا اغنياء. كوام كوام تعزي. معلش يا شعبان معيش كاش. اتفضل. بقول لك اكوام اكوام ايه دي؟ ادي ايه دي الفيسا. خدي يا حبيبتي دخلي الباسورد.
ادخل باسورد هنا للفيزا طبعا. ثقافه طول عمرك يا هبه. سلام. خدي هنا. الو ايه وصل؟ قال لك وصل. وصل. سحبت سحبت سحبت. هاتي حبيبتي. انت متاكده ان الفلوس جت؟ ايوه استنى اتفضلي ادي ريسيتو. سلام. طيب ريسيتو بالعافيه بقى. يا ريت تخلي مغاوري يطلع لي الحاجه على فوق. ها ماشي بس كده هزود اكسبنسز انشورنس. ايه يا حبيبتي هزود المصاريف يعني؟ انت بتفهميش انجليزي ولا ايه؟ لا حاضر طبعا. مش على الفيزا؟ طبعا. بصي يا سنه بصراحه لقيت الباسورد. لا براحتك خالص زودي اللي انت عايزاه. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت متاكده ان الفلوس جات لنا؟ طبعا يا ابني دي خلاص دخلت على 0900 حبيب قلبي يا بيبو. بقول لك ايه؟ ايه؟ لا انا مش عايز اعرف، انا عايز اقول لك انت على حاجه. المكتب ده له حرمه. ازاي تقولي لها تدخل وتقعد من غير ما تستاذنيني؟ ماما علمتك كده؟ بلاش ماما. بابا علمك كده انك تاكل من اكل الضيوف؟ طب ما انا عامل ايه؟ ما انا جعان قوي، وبعدين انا صاحب بيت. وبعدين انت اكلت طنط كاميليا وحور ويحيى وقلت لنا احنا بعدين. بعدين امتى ده؟ مش طنط كاميليا وحور ويحيى دول ضيوف؟ طيب الضيوف ياكلوا الاول وبعد كده صاحب البيت. نقول بقى ايه؟ في البيت اللي هناك ده. وانت روح لوني الحركات اللي هناك دي. ايه ده يا حسين؟ ايه؟ ايه بتاكل في سفرة التجربة الدنماركية؟ ايه ده كله؟ ايه ده؟ انت خدتي بالك؟ اصل انا بحب اقلدهم قوي في مشهد الاكل. الاستاذ يوسف معادي كان كاتب سفرة تجنن، تسلم ايده عليها والله. تسلم ايده. طب وبالنسبة لبرنامج مطبخ الهنا اللي ورا ده بيعمل ايه هنا واحنا في اخر الليل؟ ما هم دول بيعملوا لي شوية طواجن هاخدهم معايا اوضة النوم، عشان ساعات وانا نايم كده بقلق ابقى جعان او ملاقي الطاجن اكله على طول. بتاكل طواجن وانت نايم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. تعالوا يا ولادين تعالوا، الحسن عمو الزومبي ده ياكلكم. منك لله، منك لله يا حسين، منك لله يا كاميليا. كل الله اخطف اي حاجة اخطف. بنت بنت عبكة والله بقالي اكتر من يومين في وجع القلب ده. يا حبيبة قلبي يا انجي الله يكون في عونك يا حبيبتي. مش عارفه اقول لك ايه، انا والعيال مش عارفين لا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نخش الحمام لا مؤاخذه ولا اي حاجه. وعلي الندل طلع لسياده امه فوق. طب وماله؟ بقول لك ايه بقى، اطلعي انت كمان عند امه فوق وقعدي على نفسهم. يا سلام. اه يا اختي انا وسياده مع بعض توجذر. نيفر حبيبتي. انا وسياده ما ينفعش مع بعض خالص، ما بنقفش على بعض. لا وبعدين عارفه لو العيال طلعوا لها مش عايزه اقول لك هتطردهم هم وعلي بره البيت. يا ساتر يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه الندالة دي؟ يا طب هتعمل ايه يا حبيبتي؟ قولي لي ايه العمل. العمل وانا عندي فكره كده يعني بفكر فيها. قولي يا حبيبتي قولي. هي فكره لطيفه يعني معقوله. بجد؟ مجديه. طب قولي روحي قولي خدي راحتك. بعد اذنك يعني يا جوجو بفكر ان انا والعيال يعني نيجي نقعد عندك هنا يومين كده لحد ما يمشوا هم. ها؟ ايه يا حبيبتي؟ تقعدي فين؟ مش سامعيني؟ لا مش سامعة. نيجي نقعد عندك هنا في البيت انا والولاد لحد ما كاميليا وجوزها يمشوا كده. عند مين يا حبيبتي؟ عند مين؟ عايز تقعدي عند مين؟ عندنا؟ طبعا. لا يا حبيبتي بصي خلينا حبايب واصحاب. انا بقول لك ايه، سمير كبر في السن وانا على وشك ان اكبر في السن. ايه زي فشر انتي ده، انتي فله الفلل. ولا ومش هتقعدي برضو عندي. انا وسمير كبرنا في السن وبنحب نعيش كده في هدوء، ما بنحبش الدوشه ابدا ولا الزيطه حوالينا. الله يا سلام. امال فين ايه الندالة دي اللي قلتيها لي من شوية؟ يعني كما قال أحد الحكماء، عيش ندلة تموت مستور. صباح الخير. انتوا التلفزيون صح؟ ايوه فندم احنا على الهواء. خير قوي خير. انا عايزة اشارك.
هرجع في الموضوع اللي بنتكلم مش مهم مش مهم خالص الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. الحقيقه انا عايزه اتواصل مع جماعه الرعب والتهديد اللي بعده جواب بالتهديد للضابط اللي اسمه حسين. فوقوا نفسكم شويه يا مدام، ما ينفعش كده، احنا على الهوا. وماله، ده حلو قوي ان احنا على الهوا. في الحقيقه انا عايزه اقول لهم يفوقوا، لان هو قاعد عندي في البيت حسين وكمال يا مراته وبنتهم حور وابنهم يحيى. وبعدين انا ساكنه هنا في الدور الاول عند اولاد الناظر السوبر ماركت باداره شعبان، ومراته هبه وبنتهم ملهاش لازمه، ويا ريت تاخدوا شعبان ومراته معاهم كمان. يا مدام ما يصحش كده. لا يصح يا حبيبتي يصح. يعني ايه ما يصحش؟ اشمعنى يعني هو يصح ان كاميليا تلبس قمصان النوم بتاعتي وبعدين حسين مخلص على الاكل اول باول وعياله بقى محتلين الاوضه بتوع عيالي والعيال بيناموا على الارض؟ عارفه يعني ايه بيناموا على الارض؟ لا مش هسيب المايك بقى غير لما اقول لهم على فكره احنا مستنيينكم تيجوا تقبضوا عليهم وتشوفوا شغلكم شويه. حرام عليكم، انتوا ضيعتوا سمعه الارهاب، ضيعتوا سمعه الارهاب. فوقوا بقى، الارهاب مش لعبه. اتفضلي. انا اسفه جدا. السلام عليكم. خيانة! شفت صاحبتك كاميليا؟ شفت صاحبتك عملت فيا ايه؟ بتبلغ عني! اهدى بس يا حسين، هنعمل ايه بس؟ مش دي شقتها؟ وربنا ما هدخلها بيتها ده تاني، وهشمع لها البيت ده كله بالشمع الاحمر! بابا احنا عايزين نقولك على حاجة. قول في ايه؟ احنا يا بابي خايفين لحسن تضرب. ما انتوا لو ما قلتوش انا هضربكم برضه. اهدى اهدى بس يا حبيبي، اهدى يا حسين، قلت لك 100 مره خلي الولاد تحبك. شايف شايف خايفين منك ازاي؟ هتقتلك يا ماليا، هتقتل وتقولي لي اهدى. معلش يا حبيبي. عمر حاضر ماشي اهو. ها عايزين ايه قبل ما اموت؟ ومش هعمل لكم حاجه. طب احلف. وحياه ابو زحلف. ها 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 والله ما هعمل لكم حاجه. بصراحة يا بابي احنا اللي كتبنا الجواب بتاع التهديد وحطيناه قدام الباب عشان تشوفه. انتوا يا نهار ابوك اسود، ده انا كنت هعملها على نفسي وانا بقرا الجواب، وعملتوا كده ليه؟ ما هو انت يا بابا مش بتعمل حاجة غير اللي انت بتخوفنا، فقلنا نخوفك مرة عشان تحس بينا. يا ولاد الحسين. ماشي. عموما يا ولاد انتوا ادتوني درس عمري ما هنساه في حياتي، وبعد كده مش هعمل لكم حاجه تاني ابدا. ايه ده حسين؟ ده في جواب؟ لا ما تهزروش تاني بقى الهزار التقيل ده. والله ما احنا يا بابي احي. ازاي نحط واحنا قاعدين قدامك دلوقتي؟ صحيح احي تاني. اقري الجواب يا كاميليا بسرعه. حاضر حاضر يا حبيبي. احي احي تالت. في ايه؟ دول بيهددوك يا حسين، انت عرفتهم مكانك يا حسين. صوتي عليا يا كاميليا. يا لهوي. فكرة جواب التهديد ده جابت نتيجة. برافو عليك برافو عليك يا سمورة، فكرة عبقرية. أنا اللي صيغت الكلام، إيه رأيك؟ صياغة ما حصلتش. أنا صايغة كبير أوي أوي. مفيش أصيغ منك. روحوا بقى ريحوا في شقتكم عشان إيه؟ ما نعملش زي تهينا عليك. طيب طب بقول لك يا سمورة، أنا بفكر إن إحنا يعني النهاردة نبات عندكم كمان، لأن الشقة مهدلة قوي وعلى ما أجيب حد ينظفها وكده. نعم. أنتِ بتكلمي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومش سموره كان واقف هنا يتبخر ولا ايه؟ قفل في وشنا اول ما عرف انك انت عايزه تبات عنده تاني. بصراحه عنده حق، يا بخت منظر وغار خرجوا.